مشاهدينا مشاهدين قناة الصحة والجمال في كل مكان، أهلا بيكم في حلقة جديدة معايا أنا شيماء محمود وبرنامج سؤال. عادتنا في سؤال بنسأل السؤال وبنشوف هنجاوب عليه إزاي. السؤال بيجيب سؤال في برنامجنا إحنا خلاص حفظنا، بس السؤال بقى هنا مين اللي هيجاوب على أسئلتنا؟ أوقات إحنا بنفسنا بنجاوب على السؤال ونقعد نفكر ونقاش مع النفس، وساعات بنلجأ لمتخصص هو اللي يجاوب لنا من المصدر الموثوق منه، وأوقات بنسمع الإجابة والحل من أي حد، أي حد يقول لنا اللي إحنا عايزين نسمعه. إحنا اللي بنختار طريقنا في الإجابة وطريقنا في الحل إيه، هل ده صح ولا لأ؟ هنعرف في حلقتنا النهاردة. موضوعات كتيرة بتقابلنا في حياتنا ونقط كتيرة ومشاكل كتيرة بتقابلنا أساسها إن أنا أختار أسأل فين المشكلة وأدور على الحل. أساس الاختيار هو أنت. الموضوعات الكتيرة اللي بتقابلنا بنبقى تايهين فيها واختيارنا للسؤال والحل بإيدينا. هل الاختيار مهم قوي كده للدرجة دي؟ هو ده اللي هنعرفه النهاردة، خصوصا إن ممكن الواحد بيقابل اختيارين الاثنين كويسين شكلهم، ولكن هو مش قادر يحدد مين فيهم الأفضل، لأن هو مش عارف مين فيهم الصح ومش عارف يختار على أي أساس. موضوعنا النهاردة هو الاختيار، وسؤالنا ليكو لو قابلتوا موضوعين أو أمرين هتختاروا ما بينهم إزاي وانتوا مش عارفين إيه الحاجة الأفضل ليكو. الاختيار نقطة مهمة جدا، للدرجة دي الموضوع مهم، هو ده اللي هنعرفه النهاردة في حلقتنا. يعني إيه اختيار وإزاي نختار ومين نختار، وكلمة بسيطة زي كده ممكن تخلينا نقع في مشاكل أو نحل مشاكل. طب أختار إزاي وليه ومين؟ هو ده اللي هنعرفه النهاردة في سؤالنا في برنامج سؤال. استنونا بعد الفاصل. مكملين مع حضراتكم حلقتنا في برنامج سؤال، وكان سؤالنا هفكركم بيه قبل الفاصل، لو قابلتنا مشكلة أو موضوع معين هنختار إزاي وإحنا مش عارفين مين الحاجة اللي هتبقى مناسبة لينا والكويسة لينا، قد إيه بنبقى محتارين نختار إزاي. بس خلوني أتكلم مع حضراتكم الأول يعني إيه اختيار. كلمة إن أنا أختار يعني أقارن، أفاضل، أوازن، أوازن ما بين حاجتين قدامي أنا مش عارف مين فيهم الكويس ليا. ساعات في حاجات بتكون واضحة زي الشمس، أبيض وأسود، الاختيار فيها بيبقى محدد ومريح جدا، لكن أوقات في ناس بتختار الحل الوسط، الحل الرمادي، ولا هنا ولا هنا، علشان تكسب العصاية وتمسكها من النص علشان ما تخسرش أي طرف وتبقى وصلت للحيادية من وجهة نظرهم. بس الكلام ده مش حقيقي. أوقات الاختيار بيبقى ما بين حاجتين حلوين لينا احنا شايفينهم كويسين، بس ايه، أنا مش عارف مين فيهم الأحسن. هل الاختيار بس على حاجة كويسة؟ لا، ممكن الواحد أحيانا يحتاج إن هو يختار الأقل ضرر، يختار الأقل خسارة بناء على الموقف اللي بيتحط فيه والظروف اللي بتتحط قدامه. يعني مش بس المزايا اللي أنا بختارها، لا، ده أوقات بختار الأقل ضرر والأقل يعني منفعة ليا من غير ما أخسر كتير. في نقطة مهمة جدا في الاختيار، أنا حر إن أنا أختار ولا لا؟ الحقيقة أنا لازم أكون حر وأنا بختار، بس هل كل حاجة مطلقة؟ كل حاجة كاملة؟ لا، أوقات في حاجات الإنسان ما بيقدرش يختارها، زي اسمه مثلا، زي أهله، الناس اللي حواليه، البيئة اللي نشأ وترعرع وعاش فيها، حاجات زي كده مش ممكن تتغير، أو مش ممكن الواحد بيختارها. ولو إن في ناس ممكن تغير اسمها، في ناس ممكن تنفصل وتعمل أسرة وكيان جديد، لكن في مسلمات بلدك، اسمك، عيلتك، دي حاجات مش ممكن أنت بتختارها، هي بتتفرض عليك وبتتعامل معاها. طيب في حاجات أنت لازم تغيرها بنفسك،
زي طريقة تفكيرك، أخلاقك، سلوكك، شكلك، لبسك، مظهرك، حب الناس ليك، اهتمامك بكل حاجة جواك وحواليك. الحياة بتجبرنا إن إحنا نتغير ولازم نتغير، فأنت اللي بتختار هتتغير ولا لأ بناء على بقى الظروف ووعيك. ودي نقطة مهمة، فكرة إنك يبقى عندك وعي إنك الحاجات اللي مش بإيدك تختارها أو الحاجات اللي اتفرضت عليك أنت ممكن مع الوقت تختارها. في مثال مثلا معروف كده، زي البنت اللي بيتقدم لها 2 عرسان، هي مش عارفة تختار مين فيهم، يعني ده ظروفه كويسة وده أحسن. في واحد عنده شقة وفيلا وعربية، وتخيلوا معايا يعني الفرد ده، وعنده مغريات مادية كبيرة جدا. التاني لأ. طب هي بتبقى قاعدة محتارة مش عارفة تختار ايه. وخليكوا فاكرين المثل ده كويس، لان هنستخدمه على مدار الحلقة في انواع كتيرة جدا هنتكلم عنها في الاختيار. الواحد بيبقى مش عارف مين اللي افضله. طيب هل انا لما اجي اختار ببقى طول الوقت ببقى محتار؟ لا، لازم انا يبقى عندي اساس سليم اتكلم عليه. طب ايه هي انواع الاختيار؟ بختار على اي اساس؟ في نوع الواحد بيقابله في حياته، هو انه يعني عاطفي جدا، رومانسي جدا، حساس قوي، بيختار الحاجة اللي حاببها واللي حاسسها. وده نوع بنقابله كتير، خصوصا البنات بتحب قوي تبقى عندها مشاعر، يعني هي عندها مشاعر والحاجة اللي هي حساها بتروح لها. طيب في نوع تاني بقى بيختار بالعقل. الناس دي احنا يمكن بنقول عليهم أسيا شوية، جامدين جدا، لان هم بيحسبوها بالعقل والمنطق والتفكير السليم في كل حاجة، وبدرجة ممكن تخليهم يعني ينسوا شوية حتة العاطفة والمشاعر وكده. زي ايه مثلا؟ لو حد هتكلم على فكرة الجواز تحديدا وامثلة الجواز دي، لان اكتر مثال الاختيار فيه بيبقى قد ايه محير، ومش بس الحيرة في الاختيار، ده كمان الندم فيما بعد الاختيار، وهقول لكم ليه. زي مثلا واحد اتقدم لعروسة وبيحبها جدا وبيحبها جدا، بس اهله رفضنها مرة على مرة على مرة، هو مصر. طيب هو هيختار بقى يحسن من نفسه، يشتغل برة، يحسن دخله، يصر عليها ولا لأ؟ هو اللي بيختار يكمل في الحاجة اللي بيحبها ولا لأ. هنا بقى هتستخدم يا قلبك يا عقلك. في نوع تاني مهم جدا ويمكن بنعاني منه كلنا، هو ايه؟ ركزوا كده معايا، المصلحة. في ناس بتختار على أساس ولا القلب ولا العقل، أنا مصلحتي فين وهروح لها؟ تيجي بقى مع القلب أوكي، تيجي مع العقل ما يضرش، المهم إن أنا بدور على مصلحتي. وهنا أنا هقف وقفة وأسأل مليون سؤال، ليه بنتعامل مع بعض بالفكر ده وبالطريقة دي؟ يعني إيه مصلحة تخليني أنسى نفسي وأدوس على كرامتي وأدوس على نفسي وأدوس على كل حد حواليا في سبيل إن أنا أوصل للحاجة اللي أنا عايزها؟ هل ده مفروض؟ لا خالص. الواحد في تعاملاته لازم يتقي ربنا ويحس إن هو يعني قد إيه هو ليه دور في حياته، ولازم يبقى راضي بيه، يحسن من نفسه مش مشكلة، بس ما يجيش على حد، ما يستغلش الناس. في ناس بتعرف بعض بس علشان خاطر تاخد مصلحتها وبعد كده تشوف غيرها وهكذا. طب هل كده انتوا حاسين بأدميتكم؟ هل كده انتوا بتوصلوا للي انتوا عايزينه فعلا؟ انا شايفة ان هو لا، طول الوقت بيبقى فيه طمع، طول الوقت بيبقى فيه ظلم لنفسكم وظلم للناس اللي حواليكم، لان الناس اللي بتدور على مصلحتها واللي بتختار كده بنفسها بتيجي قوي على كل حاجة حواليها ومش بترضى، ودايما بتبقى في صراع مع نفسها، مش عاجبها حالها وطماعة. يعني بتبقى الاختيار للمصلحة بيخلي الإنسان دايما طماع ومش بيرضى بأي حاجة، ودي نقطة يعني مش عايزين إن احنا نبقى فيها. يعني أي حد بيفكر في مصلحته، لا، يعني أنت إنسان عندك أهدافك وطموحاتك وكل حاجة، حاول تسعى لها ولكن بطريق مشروع، بطريق تتقي فيه ربنا، ودي نقطة مهمة. في ناس مش بتعرف تختار بقى، في ناس عاجزة على الاختيار، أنا هختار الفستان ده ولا الفستان ده. في ناس بتتردد في حاجات كتيرة، في ناس بتلجأ للأم، للأب، للأصدقاء في أبسط الأشياء.
زي مثلا عريس رايح برضو، انا مثل الجواز ده لانه يعني بيصدق عليه فكره الحيره والاختيار، بيروح يختار مش عارف ماما اختاري لي، خاله اختار لي، والدنيا عنده بتبقى بايظه خالص، الاختيار في اللبس، الاختيار في كل حاجه، التردد اللي بيبقى ملازم الناس، وبتبقى هي مش عارفه تستقر على حاجه بسبب ان هي مش عارفه تختار. طب هو انا اصلا ازاي اختار؟ دي نقطه مهمه. هل في حاجات معينه انا براعيها وانا بختار؟ هنا السؤال. طب انا عايزه اختار حاجه، هختار بناء على ايه؟ بناء على استفادتي. هل انا هستفيد من الحاجه اللي انا هختارها ولا لا؟ في حاجات ممكن يعني تضرني وحاجات ما تنفعنيش، بفكر هل انا كمان 5 سنين قدام، كمان 10 سنين قدام هستفيد من اختياري ده ولا لا؟ نقطة الاستفادة اللي هتعود عليك من اختيارك لازم تراعيها، لأنها نقطة مهمة جدا، وكل واحد فينا مختلف عن التاني. سين غير صاد غير عين غير أي حد في الدنيا. اللي هيعجبني ولا هيفيدني ولا هيخليني سعيدة مش زي زميلي اللي جنبي خالص. كل واحد بيختار بناء على رغبته وبناء على شخصيته. ومن هنا خلوني أروح معاكم لنقطة تانية، وهي أن أنت بتختار الحاجة بشكل ما يضرش بأخلاقك ومبادئك وطريقة تفكيرك وكرامتك وقيمتك كإنسان. بتختار الحاجة اللي ما تخليكش صغير أو تخليك ضعيف، الحاجة اللي أنت لازم بتكون مقتنع بيها ومقتنع ان هي هتفيدك وكل حاجة، لكن في نفس الوقت عمرها ما تخليك انسان تاني، تغير اخلاقك وصفاتك، تضر الناس اللي حواليك حتى وتضر بيها نفسك. اختيارك لازم يبقى على اساس سليم. وهنرجع لنقطة الاساس السليم والمعيار السليم للاختيار، هو القلب ولا العقل ولا المصلحة؟ هتسأل نفسك السؤال ده، انا هختار بناء عن مين فيهم؟ لو اجابتك قاطعه القلب والعقل او المصلحه، يبقى انت كده اصلا مش عارف تختار. عارفين ليه؟ لان لازم يكون في توازن ما بين القلب والعقل واستفادتك ومصلحتك اللي هتعود عليك وهتعيش فيها. لو انت مصلحتك دي غلبة على التفكير العقلاني وإحساسك ومشاعرك والناس اللي حواليك ومشاعرهم، يبقى أنت كده غلط. وكذلك لو اخترت بالعقل بس وظلمت نفسك وفضلت تتفانى بلا هدف لأجل إسعاد كل الناس اللي حواليك، يبقى أنت لا، أنت كده عاطفي بزيادة وما ينفعش. وكذلك العقل، لازم الميزان والموازنة ما بين كل النقط اللي احنا اتكلمنا فيها، قلب وعقل ومصلحة، هتخليك إلى حد ما توصل لقرار سليم ورضا وانت بتختار. والرضا نقطة مهمة جدا، لازم كل واحد فينا يكون راضي بعيشته وراضي باللي وصله. وهتبقى راضي امتى؟ لو انت عرفت تختار بشكل سليم وعرفت انت محتاج ايه من اختيارك، وصلت له خلاص الحمد لله انا راضي بيه، مش هيعجبني اي حاجة تانية مهما كانت. هديكم مثل بسيط في هوس شراء التليفونات مثلا، او اي حاجة فيها تكنولوجي، او عربية مثلا. في حد كل سنة لازم يغير موبايل، كل سنة لازم يغير عربية، كل سنة مادام هو مقتدر. طيب حلو جدا، هل أنا لو مش مقتدرة هختار إن أنا أغير ده؟ في ناس عندها الهوس ده، طب ليه؟ علشان ما عندهاش رضا. أنا لما أجي أختار حاجة بشوف احتياجي منها إيه، بقتنع بيها، بفكر كويس، هاخد وقتي، مش مشكلة أتردد شوية لحد ما أقدر أختار. بعد ما أختار خلاص الموضوع انتهى، لازم إن أنا أبقى راضية علشان ربنا يخليني يعني سعيدة، وحتى يبقى الحاجة فيها بركة. مهما شفت أي حاجة زغللت عيني مش هتعجبني غير اللي أنا اخترتها، لأن الحاجة دي هي اللي خلتني راضي وسعيد ومبسوط. علشان كده في نقطة مهمة جدا، هي نتيجة الاختيار. إحنا اخترنا تمام الحمد لله رب العالمين، طب انا بعد ما اخترت بقى ايه اللي حصل؟ اخترت والله ممكن يكون نتيجه اختياري ايجابيه او لا. طيب لو انا الحمد لله ربنا وفقني ان انا اختار حاجه كويسه، طيب ايه اللي هيحصل بقى؟ يبقى تمام، احافظ عليها، ودي نقطه مهمه، لازم ان انا احافظ على اختياري. طيب لو اختياري كان سيء او ما نسبنيش، او بعد ما اخترته ابتديت اتعامل او اقتنع
ان هو لا انا كنت غلطان في النقطه دي حياتي تقف خالص. لازم المسؤوليه ومسؤوليه اختيار القرار دي ناتج عن اقتناعك وناتج عن النقط اللي احنا اتكلمنا فيها كلها، انك تبقى انسان مسؤول عن اختيارك مهما تكلفك الامر من ثمن. انت اخترت ولازم تبقى شخصيه مسؤوله، شخصيه قادره انها تتخطى اي صعوبات ممكن تقابلها في حياتها. ودي نقطه مهمه ان احنا ما نستسلمش لاي ظروف قهرتنا، اي ظروف ظلمتنا، احنا بنختار نغير حياتنا للأفضل. فكرة الوجود نفسها، وجود الإنسان، أنا إنسان مخير ولا مسير؟ لا، أنت اللي بتختارها، أنت بتختار حياتك اللي أنت عايش فيها وبتختار آخرتك اللي أنت هتروح لها بإيديك، محدش تاني هيختار، وبناء على اختيارك هتبتدي تعمل وتسعى، ومن هنا هيبقى النتيجة أو من هنا هتكون النتيجة مرضية ليك، إنك عرفت أنت عايز إيه، عايز توصل لإيه، هدفك إيه، طموحك إيه، وهتبتدي تشتغل عليه، هتبتدي تسعاله، هتبتدي تطور من نفسك، هتبتدي تدي نفسك طاقة وإيجابية علشان تختار الأسلوب والطريقة دي عشان توصل للنتيجة اللي أنت كنت عايزها. نقط كتيرة هنتكلم عنها أو اتكلمنا عنها، مكملين تفاصيلها أكتر بعد الفاصل. خليكم معايا في اختيار، وكان سؤالنا هو قبل يعني قبل أول كلام في بداية الحلقة، هو لو أنا محتار ما بين موضوعين أو ما بين أمرين هختار أنهي؟ عرفنا نقط كتيرة هتساعدنا على الاختيار، مكملين بعد الفاصل، خليكم معانا. مكملين حلقتنا مع حضراتكم في سؤالنا، وكان سؤالنا اللي بنفضل نسأله وهنسأله كتير جدا الحلقة دي، لو قدامي اختيارين هختار أنهي فيهم وأنا مش عارف مين فيهم الأفضل ليا. على مدار الحلقة عرفنا إيه هو الاختيار، وعرفنا إزاي نختار، وعرفنا أنواع الاختيار وكمان المعايير اللي هتخليني أختار صح، وعرفنا إيه نتيجة الاختيار. وفي نقطة مهمة جدا بقى، وأنا بختار هعمل حاجة، هعمل استخارة. أيوة، هستخير ربنا طبعا، أمال أنا هشاور مين؟ أول حد لازم أستشيره هو ربنا. صلاة الاستخارة مفعولها مفعول سحري، الموضوع ملوش علاقة بدين معين، أي حد أو أي ديانة هتقدر تلجأ لربنا وتدعي له وتتضرع له علشان توصل يعني دليل علشان تقدر تختار صح. صلاة الاستخارة مفعولها سحري، اختيار الحاجة اللي أنا محتار فيها مهم، بس بعد الاستخارة بقى، بعد الاستخارة لازم أقعد أفكر بقى مع نفسي، أو قبل الاستخارة يعني على حسب، هتقعدوا تفكروا مع نفسكم في كل حلقة، هفكركم إن إحنا لازم نقعد مع نفسنا، أنا مين؟ أنا احتياجاتي إيه؟ بفكر إزاي؟ إيه اللي يرضيني؟ إيه اللي أنا عايز أوصل له؟ شفتوا كم سؤال علشان نعرف نختار؟ هو ده يعني موضوعنا، وهي دي حلقاتنا، إن إحنا نقدر نعرف نختار صح. وكل ما نسأل سؤال، سؤالنا هيجيب سؤال، سؤال هيجيب سؤال، عشان نقدر نوصل للحل والإجابة السليمة. كل النقط اللي احنا اتكلمنا فيها دي، طيب بعد ما عرفت أنا مين وإيه اللي أنا عايز أوصله وإيه طموحي وإيه أهدافي وإيه الكلام ده كله، بعقلها وتوكل على الله، بعد ما أعمل استخارة أو بعد ما ألجأ لربنا أو أتقرب له بأي وسيلة ممكنة لأي حد في الدنيا يقدر يعمل كده، الإجابة ساعتها هتكون مرضية ومريحة. لازم إن إحنا نختار إن إحنا نبقى بشر آدميين، أنا دايما أقول في كل حلقة إحنا بشر آدميين، ربنا خلقنا نتعامل مع بعض بالحسنى. لازم نختار إن إحنا نبقى شخصية سوية، بعيدا بقى عن المصالح وبعيدا عن الأمراض وبعيدا عن النفسيات. ليه أختار إن أنا أبقى إنسانة غيورة؟ ليه أبقى إنسانة حقودة؟ ليه الناس تختار إن هي دايما طماعة وعايزة توصل؟ اللي بيبقى بيدور على كل حاجة
وعايز يكسب كل حاجة، مش بياخد أي حاجة. ومش بس مش بياخد أي حاجة، دي خسارته بتبقى أكبر بكتير مما يتخيل. السلام جميل، احنا نختار نعيش في سلام، اكون انسان، اكون عندي قلب افكر في مصلحتي صحيح، ولكن يعني بمراعاة مشاعري ومراعاة مشاعر كل الناس اللي حواليا. لازم ان انا اختياري ما يضرش حد، انت حر ما لم تضر، انا عندي حرية في الاختيار صحيح، بس من غير ما اقدر اظلم حد او اجرح حد. اختار تكون نفسك، انت لازم تبقى نفسك. ازاي؟ اختار الطريقة اللي تطور بيها نفسك. صحيح احنا اتولدنا يعني مخيرين وكل حاجة، وفي حاجات زي ما قلنا في الحلقة احنا مش بنقدر نختارها، بس احنا بنقدر نطورها، احنا بنقدر نشتغل عليها علشان نبقى شخصية سوية إلى حد ما تقترب للكمال، الكمال لله سبحانه وتعالى وحده. بس انت بإيدك تصلح كل عيوبك، بتشوف انت عصبي، بتشوف انت مثلا عندك مشكلة، بتشوف الناس اللي فيك اللي هم حواليك مشكلتك معاهم ايه، انت اللي بتختار، انت اللي بتختار تعيش سعيد، وانت اللي بتختار تعيش في ضمن كل المشاكل وكل الظروف السيئة اللي انت بتمر بيها. اختيارك تبقى نفسك، اختيارك تبقى سعيد، اختيارك تبقى عارف هدفك وانت عايز ايه ومصلحتك وحياتك، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة. ده انت بس اللي هتختاره مش اي حد تاني. يا رب يا رب نكون عارفين او عرفنا خلاص احنا نختار ازاي، واهم حاجة ان احنا نختار نكون احنا، انت تختار تكون نفسك مش اي حد تاني. سؤالنا خلص، اشوفكم في حلقة جديدة في سؤال جديد الاسبوع الجاي قبل نص ساعة من دلوقتي في برنامج سؤال.